مؤسسة رسمية مغربية اللي هي المندوبية السامية للتخطيط HCP. قامت بدراسة سنة 2008 لحوالي 1000 من الشباب المغربي كيف سيكون مستقبل الإعلام المغربي إلى حدود سنة 2030. 88% من الشباب المغربي قالوا بأن المستقبل للرقمي. فقط ماذا بقى؟ 12% توزعت بين الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة، بمعنى أن المستقبل للفضاء الرقمي. سنتجاوز القوانين، ستلاحظون فيما يخص السمع البصري الدول المغربية وضعت قوانين لإعلامها الرسمي، ولكن المغاربة لا يشاهدون هذا الإعلام الرسمي بقوانينه، يلتجئون للفضائيات للقنوات الفضائية التي لا تلتزم بالقوانين الوطنية، رغم أن الدستور أيضا ينص على سمو المواتير والعهود الدولية على القوانين الوطنية. وأكتفي